أهلا وسهلا بكم متابعينا الأوفياء. قبل بدء هذا البث المباشر بغيت كل شيء بارتاجي هذا اللايف، لأنه صراحة لايف مثير ولايف صادم وغريب الأطوار كما كتشوفوا أمامنا. فربما كيبان لكم باب حديدي، وهذا الباب بطبيعة الحال فهو تم استغلاله من أجل إغلاق زقاق عمومي وممر عمومي في وجه المارة وفي وجه المواطن، في خرق سافر للقانون وبدون ربما وجه حق. فكيف يعقل أن يتم إغلاق طريق عمومية في وجه المواطن؟ أنتم كتشوفوا أبواب حديدية كبيرة جدا تم إغلاق بها هذا الزقاق كما كتشوفوا. أنتم كتشوفوا يعني هذه زنقة اللي أمامنا تم الإغلاق ديالها بأبواب حديدية من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى المقابلة بمدينة الجيرة الجهادية. والسؤال مطروح، أين السلطات المحلية والمسؤولين من إغلاق بطبيعة الحال يعني هذا الزقاق وهذا الشارع العام بأبواب حديدية، ويتم بطبيعة الحال منع أي شخص من المرور منه بطبيعة الحال؟ فكنشوفوا أن هذا خرق سافر للقانون كما كتشوفوا، يعني المنازل المتواجدة بهذه المنطقة وتفصلها مع هذا السور زقاق صغير كان يستعمل من أجل يعني المرور، لكنه بين عشية وضحاها تم الإغلاق دياله بدون بطبيعة الحال أي وجه حق كما كتشوفوا، تم حرمان يعني المواطنين من المرور منه بطريقة أو بأخرى. والسؤال المطروح، هل هذا التصرف هو تصرف قانوني أم أنه خرق للقانون؟ لأنه هذا ملك عمومي وليس ملكا لأحد، لأن أنتم كتشوفوا يعني المنازل الأبواب ديالها والأسوار ديالها انتهت هنا، وليبقى هذا المكان خاليا وهو عبارة عن ممر عمومي وتم الإغلاق ديالو بطريقة غريبة جدا كما كتشوفوا معنا على المباشر. فأي شخص ممكن يقول لي بأنه من حق الساكنة باش أنه تغلقوا تفاديا لأي مشاكل، لكن أقول بأن هذا ملك عمومي وليس ملك خاص باش أنه تاخذ هذا القرار ديال الإغلاق ديالو، فليس من اختصاص أي أحد باش أنه يغلق شارع أو زنقة أو ممر عمومي في وجه الساكنة في وجه المارة بدون أي وجه حق كما كتشوفوا معنا على المباشر. فهنا أين دور السلطات المحلية على مستوى الجيرة الجهادية من أجل يعني وقف هذه المهزلة وهذا الفضيحة إن صح التعبير؟ كما كتشوفوا أنتم كتشوفوا هذه زنقة عمومية تم يعني الإغلاق ديالها بهذه الطريقة مع الأسف الشديد. والسؤال المطروح، هل السلطات المحلية على مستوى الجيرة الجهادية لم ترى هذا الخرق القانوني؟ ولماذا تم الإبقاء بطبيعة الحال يعني على هذا الباب الحديدي من هذه الجهة والجهة الأخرى، وتم حرمان يعني المواطنين باش انهم يدوزوا من هذا الشارع العمومي وهذا الممر العمومي في هذه المنطقة اللي هي منطقة الجيرة الجهادية؟ وبالتالي فالمواطن إن أراد العبور للضفة الأخرى والجهة الأخرى سيضطر إلى قطع مسافة طويلة نظرا لإغلاق هذا الزقاق أو هذا الممر العمومي بهذه الطريقة التي صراحة تطرح أكثر من علامات استفهام حول الجهة المسؤولة عن إغلاق بطبيعة الحال يعني هذا الممر العمومي في وجه العامة كما كتشوفوا معنا أنتم كتشوفوا. فهذا ليس ملك خاص وإنما هو ملك عمومي عبارة عن زقاق أو شارع أو أي تسمية ممكن أنه تسميه لي، فهو يدخل ضمن الملك العمومي وليس ملك خاص. وبالتالي السؤال المطروح، ماذا يفعل هذا الباب الحديدي هنا وبأي حق يعني تم الإغلاق ديال هذا الممر العمومي بطبيعة الحال يعني بهذه الطريقة التي تخالف كل القوانين؟ فهذا غلق لممر عمومي بدون أي سند قانوني، كنعرفوا بأن هذا ليس ملكا لأي شخص
حتى وإن كان يشكل ضرر بالنسبة للساكنة فليس من حقهم قانونيا أنه يتم الإغلاق ديالو بهذه الطريقة كما تشوفوا معنا على المباشر. فنتمنى بطبيعة